جبيل. بالله الجبيل يعني والخبر الرجال الرجال يشكي من انا وانت بنحب الجبيل خلينا نتفاهم اول شيء والخبر الموضوع. والخبر مدري اذا فصل وابهم صعب الله يعينه ولد تبغى سوالف مليح يلا يقول جاء طول عمر سلامه زمان مبطي عام الاول الله الله يقول رجعت عمر سلامه ومرته عرفت كيف ومرته حامل ما شاء الله دزوا طول عمر سلامه قبل تعرفوا كيف يولدوا في بداو وكذا وكذا عندك قشه المهم طول عمر سلامه ولدت ورحه طول عمر سلامه وكبر ورح يوم جاء عمره 13 سنه 13 حوله قالوا بنشد يشدون في ديرتين فلانيه فيها ربيع وفيها مبسط وفيها علو ما بل المره هذه والورع ابوه وقاطعين مشجره ما عندهم لا ربع ولا قوم ولا قبيله سين عليهم شدوا طعم صار ما عندهم لا ظن يمكن يا اخوي سبع من البل وذنتين من الغنم حلو شدوا طعم عمر السلامه اللي راحوا للمكان الفلاني الربيع ياكلون طعم عمر السلامه اكلوا الغنم اكلوا الحلال وقعدوا وخيموا اكلوها اكلوا الغنم اكلوا الزبده خيموا علفوها اكل الغنم اكل الحلال علفوها علفوها بس المهم عمر السلام فنان من جده من جده ما انت ما اعرف الحركات هذه بداوه بدوات المهم عمر سلامه تكوا ثلاث سنوات اربع سنوات خمس حولها ها جاء الورع عمره 20 كذا حولها قال مدبو يا بابا تزوج تزوج على الخلاء تزوج قال ابوك يا اخوي منين ازوجك ولدي ومن ذا الكلام من ذا الكلام اللي عاطر السوالف له مر واحد عمر سلامه لا اله الا الله طرقي لهم مر عليهم لهم اضرى شيخ وما يدري هو شيخ الطرقي الطرقي ده شيخ اتمنى سلم على الشاي وقال مرحبا وما سرى جاي قال ارحب يرحب الورع انا عجب فيه الشيخ والشيخ درى ويش درى ان هذول اللي قدام ما دروا انهم يعرفون ان الشيخ فهمت اعطاها متواضع تقهوى معهم سلم كذا الله الله يوم جاء على الساعه 9 في الليل تعشى قال الشيخ انا بنام عنده يوم نامت عمر السلام الا وقتك هذا ما ادري ايش صار بينه وعفوك هاي سبتها ها يقوم نام عندهم الشيخ ليومك هذا ما ادري ايش صار فيهم دحين انقطع البث انقطع البث هي كارت طف الكاره يمكن ايه يمكن حماده قال موضوع الظاهر حماده جاب العيد دائما سكربت الافضل دائما ذكرني بتواضع الشيخ